تمكنت بحر هذا الأسبوع الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 6 أشخاص ينشطون تحت غطاء شركات وهمية بالنصب على زبائن أحد وكالات التأمين من خلال الغش في السلع. العملية تمت تحت إشراف سيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا وأسفرت عن حجز 15 ختم مقلد، مركبتين سياحيتين، 3 أجهزة إعلام آلي مبلغ مالي قدره 363 مليون سنتيم، بالإضافة إلى أجهزة وأدوات تستعمل في التقليد.